النهاردة بنتكلم على محاذير لاستخدام الفاصوليا الحمراء، وفي الحقيقة ان الموضوع ده مهم. رغم فوائد الفاصوليا عموما او فاصوليا الحمراء، وكل فوائد انواع الفاصوليا متشابهة لكن اضرارها متفاوتة واكثرها ضررا الفاصوليا الحمراء، لان تناولها كتير قد يكون له بعض المضاعفات والتأثيرات السلبية، ممكن بتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي وعسر الهضم وانتفاخ وإسهال أو إمساك وبواسير. كما يجب معرفة المعلومات الآتية عن الفاصوليا الحمراء. تحتوي الفاصوليا الحمراء النية، وهنتكلم بعد كده على النباتات اللي ممكن تؤكل نيئة وتسبب ضرر كبير. تحتوي الفاصوليا الحمراء، ونخلي بالنا قوي من هذه الجزئية، على تحتوي الفاصوليا الحمراء على مواد سامة، لذا يجب نقع الفاصوليا الحمراء جيدا وطهوها جيدا قبل تناولها. وده برضو بيرسي على الفاصوليا الحمراء، بيرسي على الفاصوليا البيضاء. كل حاجة في الأكل لها أصول، وهناخد أمثلة بعد كده لبعض الخضروات أو النباتات اللي بنستخدمها، إن هي لو استخدمت نيئة هتكون ضارة وسامة. يبقى هنا بنأكد على حاجتين مهمين: الفاصوليا ننقعها فترة ما تقلش عن 12 ساعة، وبعد كده بتتغلي لحد ما تستوي وتبقى طارية عشان نتجنب السموم الموجودة فيها. الحقيقة انه بتحتوي الفاصوليا الحمراء على مواد ضارة قد تسبب سوء امتصاص العناصر الغذائية اثناء الهضم، لذا يجب الحذر. وبنأكد تاني ننقع الفاصوليا، طبيعي ستاتنا في البيوت بيعملوا كده، وفي نفس الوقت لازم ان احنا نسويها كويس. مع السلامة.